نبتم صوت الى شعب المصريين يلي عم بيطالبوا ويقولوا انه لازم هالاشخاص يتقاصصوا ويتعاقبوا، لانه اذا سكتنا عن الموضوع بده يرجع يتكرر. يعني ينعرض ولكن ما انعرض. سمعنا انه المخرج احمد ماهر هو اللي سحبه، وسمعنا مصادر بتقول انه لا، الفيلم بعده بسوريا ما وصل لهون، فوين الحقيقه؟ انا لازم لك حقيقه، نحن عم نطالب بالحقيقه. ما بعرف مزبوط شو اللي صاير، بس بعرف انه ان شاء الله قريبا عماد بتكون انت موجود على افتتاح هذا الفيلم يلي هو تعبنا فيه من قلبنا. ان شاء الله شهر ثلاثة. شهر ثلاثة؟ انت بتعرف شو بعرف الاخبار منك تسالني. افتتاح الكبير جماهيريا بشهر ثلاثة بمصر. ان شاء الله يا رب، ويكون عنده كلكم كصحفية موجودين. يمكن كثير مشاكل لحقت الفيلم، سببها كان خالد النبوي بطريقة غير مباشرة. يا ويلي. ما بعرف، أنا سمعت مثلك. بيقولوا خالد بغار من البطل اللي معه. أنا بحب هو اللي يبين مش هي تبين. ليك هيدا المقولة اللي أنت عم بتقولها ممكن تكون واردة عند معظم الممثلين يلي هن بيعتبروا إنه أنانيتهم تجاه شغلهم وبحبوا هن يكونوا ظاهرين، بس ما بتخيل إنه خالد عنده هيدا يعني هيدا الإحساس. بتمنى إنه يكون إحساسك يعني أو اللي أنت عم بتقوله أو الصحفيين اللي عم نقلا عن الصحفيين المصريين. بتمنى إنه يكون غلط يا رب، يعني يكون غلط، لأنه صورة خالد النبوي بالنسبة لي حلوة، بتمنى تطلع حلوة.